جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رأيت في بعض الكتب أن المرأة لا يجوز لها أن تختلط ولا تخرج صوتها بين الرجال، فما حكم صوتها في القرآن الكريم وفي الابتهالات؟ المرأة لا ترفع صوتها في القرآن ولا بغيره عند الرجال لما في ذلك من الفتنة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فأمر النساء بالتصفيق ولم يأمرهن بالتسبيح لما في أصواتهن من الفتنة. وكذلك في حالة الإحرام الرجال يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية، والمرأة تلبي ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها فقط لما في ذلك من الفتنة للرجال. نعم.